أهلا بكم في برنامجكم صوتكم صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين إن كان عبر الهاتف أو من خلال تفاعلكم على منصات التواصل الاجتماعي حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية. يمكنكم المشاركة معنا عبر الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة أو من خلال رسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب. يؤكد مراقبون للمشهد العراقي إمكانية تجدد المواجهات بين التيار الصدري وميليشيات الإطار التنسيقي في ظل تمسك الأخير بمرشح الإطار محمد الشياع السوداني، فضلا عن إصرار المالكي على استئناف جلسات البرلمان، الأمر الذي يرفضه التيار وبشدة. ويترجم استمرار التوتر ما تشهده مواقع التواصل من ترشق إعلامي متواصل بين الطرفين، كان آخرها تداول مقطع مصور من قبل أنصار التيار الصدري قيل بأنه للعثور على المختطف جبار عبد المهدي الغنيماوي، وهو من أهالي منطقة العزة في مدينة الكوت بمحافظة واسط، بعد أن ألقي به في إحدى حدائق العاصمة بغداد، وعليه آثار تعذيب على خلفية اختطافه من قبل الميليشيات كما تؤكد مصادر محلية. دعونا نشاهد هذا المقطع الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي في العراق. الحمد لله على سلامة أبو رقية. الحمد لله والشكر رب العالمين. أبو رقية يبلغكم تحياته وسلامة وهو بخير، والحمد لله والشكر رب العالمين اللي رجع سالم وغانم لعائلته، وإن شاء الله حديث باقي إن شاء الله. البوابات الحديدية بين النصب وبين الرفع، يبقى المواطن العراقي في حيرة من أمره، حيث يوم أمس عرضنا هنا في برنامج صوتكم نصب بوابات حديدية على جسري الجمهورية والسنك في العاصمة بغداد، قيل بأن الغاية منها لصد جحافل المتظاهرين، قبل أن يوجه رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي اليوم برفع هذه الحواجز في محاولة لطمأنة الشارع العراقي، بعد أن أثار نشرها أو نشر هذه الحواجز أثار المخاوف بين صفوف العراقيين من تجدد المواجهات بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري، الأمر الذي أظهر الحكومة الحالية بمظهر الحكومة المتخبطة التي لا تعرف ماذا تفعل للسيطرة على زمام الأمور. دعونا نشاهد جانبا من رفع هذه البوابات قبل استعراض رأي رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق حول هذا الموضوع، فلنتابع. البوابة الحديد جاي فلشون بيها والحمد لله والشكر، وهذا خبر أكيد 100%. أنا واقف على الجسر جاي فلشون ويشيلون بالدنق بأمر رئيس الوزراء، هسه جاي فلشون بس ما خلوني اصور يم البوابه الحديديه. باو ذاك الكرين جاي ينزلون بالحديد من فوق الجسر وجاي ينزلون هين. انزلهم بالقاع بصف الجسر ذنيك الحدايد. جاي فلشون بيه ان شاء الله. تفلش الجسر الحديد. هذا العفو البوابه الحديديه على جسر الجمهوري وعلى جسر السنك من لغيت. البوابات الحديدية بين النصب وبين الرفع، ماذا قال الجمهور العراقي على منصة فيسبوك حول هذه البوابات الحديدية؟ تقول خالدة الجابري، تقول اشقد حلو عندنا حكومة بنص حكومة، واحدة تنصب بوابات للجسر والثانية تزيلها. المهندس أيمن نوري قال المهم نصبوا البوابات بكم مليار وراح يشيلونهن بكم مليار، هذا مسلسل الضحك اللي ما ينتهي. أبو فاروق الراجحي قال كل العالم يتقدم وكل الدول تعمل على رفاهية شعوبها إلا هالبلد إلى الخلف في كل شيء، المهم يبقون هم على الكراسي. يقول أصبحنا أضحوكة للعالم. خلود محمد قالت راح يهجمون الجسور من أجل الاستمرار بفسادهم.
يعني قضية كما ذكرنا بأنه يوم أمس عرضنا هنا في حلقة صوتكم نصب بوابات حديدية على جسري الجمهورية والسنك في العاصمة بغداد، كما تداول عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي وقالوا بأن الهدف منها هو لصد جحافل المتظاهرين هناك يوم 11 الذكرى الثالثة لثورة تشرين، تخوف من انطلاق ثورة وتظاهرات جديدة. اليوم يقوم رئيس الحكومة بالإعاز برفع هذه البوابات الحديدة. يا ترى كما تساءل العراقيون على منصات التواصل الاجتماعي، يا ترى من الذي أعطى الأمر بنصب هذه البوابات الحديدية؟ وعراقيون سخروا وقالوا بأن صبات كونكريتية لم تمنع المتظاهرين من العبور كما قرأنا يوم أمس في التعليقات، لم تمنعهم من إزالة هذه الصبات الكونكريتية، فلماذا تقوم هذه الجهات بنصب بوابات حديدية؟ ومثل ما قرأنا قبل شوية بأنه يقولون يعني هذا صرف مليارات ورفعها هم بيصرف فلوس، وين كان رئيس الوزراء؟ وين كانت الحكومة؟ من اللي أعطى الأمر بنصب هذه البوابات الحديدية على جسور في العاصمة بغداد؟ طبعا اليوم يعني مصادر سياسية مطلعة في العاصمة بغداد يعني تحدثت عن بدء تحالف الإطار التنسيقي مناقشات داخلية لاستبدال المرشح الحالي، مرشح الإطار محمد الشياع السوداني. والمصادر تحدثت بأن الإطار التنسيقي بدأ فعليا بمناقشة استبدال السوداني على اعتبار كونه مرفوضا من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وإمكانية أن يفهم الإصرار عليه على أنه محاولة لكسر الإرادات موجهة للتيار الصدري والذي أعلن صراحة عن رفضه له في وقت سابق. المصادر السياسية المطلعة في العاصمة بغداد أضافت كذلك بأنه التحفظ على محمد الشياع السوداني لم يكن من التيار الصدري فحسب، بل هناك أطراف سياسية أخرى منها أحزاب كردية وسنية أيضا من داخل تحالف الإطار التنسيقي ترفض ترشيح السوداني لرئاسة الحكومة المقبلة كونه محسوبا على رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي. معنا أبو عراق من الفلوجة، مرحبا بك معنا أبو عراق. أبو عراق، بوابات حديدية تنصب على جسر الجمهورية والسنك واليوم يتم رفعها، شو تفسر هذا الموضوع؟ مرحبا بك أبو عراق، يا هلا بك، تسمعني؟ تسمعني أبو عراق؟ لا والله من يوم ما سمعت. تسمعني؟ يبدو أن هناك مشكلة في الصوت مع أبو عراق من بغداد. طبعا بالحديث عن الترشيحات وربما أن تتشكل الحكومة بعد الزيارة الأربعينية، أكد ائتلاف المالكي بأن هناك 10 أسماء مطروحة كمرشحين لرئاسة الجمهورية، ولفت بأن هذه الأسماء تنتظر عقد جلسة البرلمان لحسم هذا الأمر واختيار أحدها لمنصب رئيس الجمهورية. عضو الائتلاف رسول راضي قال بأن رئيس البرلمان الحالي يجب أن يعقد جلسة مجلس النواب، خصوصا بأنه لم تعد هناك حجة أمامه للاستمرار في تعطيل جلسات البرلمان، وبين بأن الكتل الكردية في حال اتفاقها على شخصية معينة فإن قائمة الأسماء ستقدم إلى مجلس النواب الحالي، ومن ضمنها الأسماء 10 المرشحة للمنصب، ليترك الخيار للمجلس لاختيار أحد المرشحين. نعم، معنا اتصال أبو فهد من بغداد، فضل أبو فهد. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. إن شاء الله بخير. يا هلا بيك، الله يسلمك أستاذ. يعني اللي يبني يعني حديد على جسر هو ما باني هذا زين، لأنه هو مو حلو، حشر سامع جايفة
اللي بنت هذا الجسر هذا العظيم، هذا الجسر العظيم اللي صار راح يصل له 40 سنة. زين تعبان يبيع، عيب عيب، مخازي مخازي، استحي شوي على نفسكم، استحي استحي. يعني ما يعني ما تقول انه هذا الجسر في يوم من الايام راح يوقع على الناس. زين شنو معناتها البارحة ينصبون البوابات واليوم رئيس الحكومة يوجه برفع هذه البوابات مثل ما شفنا عراق بدأ يصور ويؤكد، هو يقول لك بدأوا يرفعون البوابات، منو اللي عاد أطى الأمر بنصب هذه البوابات؟ نعم. أكيد أكيد الحكومة هاي الحكومة حكومة بداخل الحكومة. حكومة الكاظمي هي حكومة واحد عن الحكومة الثانية. زين فهي تصدر قرارات وتجي تصدر قرارات كيف؟ زين يعني أنا من منبركم الشريف نعم أقول لهم عيب عيب عليكم ومخازي، مو حلوكم اللي بنت هاي الجسر، هذا الجسر بنوا ناس يحبون وطنهم، ناس يحبون وطنهم. نعم مع الأسف مع الأسف مع الأسف يعني لازم العراقيين لازم يتكاتفون على هذا على هذا الموضوع. لازم إلى متى نبقى هيك؟ إلى متى؟ نعم أنا أشكرك أبو فهد من بغداد كان معنا أبو حسن من ديالى. تفضل أبو حسن مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. شلون صحتك؟ اهلا بك، الله يسلمك ويخليك. مشكور اذاعتكم هاي للدور المنوره ان شاء الله. هاي حبيبي. نعم اتنسب جاري لو محافظه. شلون؟ نعم العراق دوله لو محافظه؟ لا دوله طبعا. ها؟ دوله؟ لا دوله تدخل لها خمس ملايين بدون جوازات. الطفل العراق شلون هاي دولة؟ نعم أسمعك أبو حسن، يا ريت نصل إلى التلفزيون، نصل التلفزيون واستمر. عيني حبيبي وعيد لي فكرتك حبيبي. نعم حبيبي. نعم العراق جاي سيلك دولة لو محافظة. نعم أنت شو تقول؟ دولة لو محافظة. أنت شو تقول؟ أنت شو تقول؟ أنا أقول محافظة من محافظات إيران. لأن 5 ملايين يطبولها بدون جوازات، الطرق مفتوحة. نعم. دولة ما لها أي هيبة. دولة إيرانية. كل القاعد تابعين لإيران. نعم. أبو حسن بس حتى تكون بالصورة، العراق بحدود الجغرافية هو دولة، ولكن بسبب الحكومات المتعاقبة، هذه الحكومات الضعيفة، الحكومات التي توالي إيران وتقدم مصلحة إيران على مصلحة البلد، أصبحت تسمى بالحكومات الفاشلة، وهناك دولة عميقة تتحكم بها الأحزاب والميليشيات، هي ظاهرة طبعا، يعني ربما هناك لازم يكون مصطلح الدولة الظاهرة العميقة، يعني واضحين دولة فاشلة. نعم هي تصنف من الدول الفاشلة. نعم هذا بالتصنيف العالمي. المالكة وربعة. نعم حبيبي المالكة وربعة شو يسوي؟ نعم يجيب ثوري قاعدة في الخضراء يقاتل العراقيين، يقتل بالعراقيين، ما كفت ايش اللي تمنيه القتال الثورة التجري. نعم ديك ال 800 كتبها ثورة تشرين ما اكتفى بها. زين ابو حسن انت جبتها على المالكي وعلى المنطقة الخضراء. زين المالكي كان رئيس وزراء وطلع، ذولا شو يبقون بالخضراء؟ هي مو المفروض هي منطقة حكومية. المالكي موجود، هو المالكي. نعم اثنين مالات الدولة مال سنتين. نعم 10.5 مليون دولار ودعم بالبرادات إيران. نعم
مليون ونص و 18 طن دولارات من داخل ايران. نعم. انت تقول شنو فلوس تحمي جيب جسوم مرتزقه يعني بالقبرات. نعم. 800 قتلوا بال بال شو اسمه؟ بالتشرين. 800 قتلوا هيك مثل مقاتل المخلوق مال الدجاج. نعم. شلون؟ المعنى اعرف شلون شلون نوفا من اليمن كان عمل لاعب فضائيه. بغداد هسه منتهي مزبله وشوارع ماكو مكسره وكذا ما اعرف ايش. قلت لهم اعطوني بس المحطه مال الشيلاني. جينا بلغ بغداد كنا بس المحطه مال الشيلاني. عن فضائيه انا شديت ما حد دز علي. أنا أشكرك أبو حسن من ديالى كان معنا. أبو عراق من فلوجة يعاود اتصال بنا. مرحبا بك أبو عراق تفضل. أهلا بك. أنا سألتك قبل ما ينقطع اتصال معاك أبو عراق على موضوع نصب البوابات الحديدية على جسري الجمهورية والسنك في العاصمة بغداد واليوم تم رفعها. شو يعني هذا؟ من اللي أطى الأمر بنصبها واليوم رئيس الوزراء يأمر برفعها؟ استاذ عمر الله يخليك اذا سمحت لي. نعم. يعني انت ايش تتوقع يا استاذ عمر؟ احنا تحت حكومه تحت سياده ما كلها حكومه ولا سياده. ولا بالله عليك انت يا رئيس الوزراء ما جبت دول اللي نصبوا. نعم. ما جبتهم وحاكمتهم. مو من حقه هو رئيس وزراء قاعد حاطينه شنو منصبه هو شنو منصبه إذا الحرامية والسراق داير ما دوره تفعل بكيفه لعن هو شنو دوره؟ أستاذ عمر الله يخليك احنا الشعب العراقي تعب بس إن شاء الله ورا الله كراحة. نعم. وذول الحسان مو باقين إن شاء الله. نعم. بس احنا نريد من الشعب ومو كما عزم البرلمان وهزم الحياطين لا الجمهور هم قبل لا يقتلون استاذ عمر. نعم. تعال جيبه خلي الشعب يحاكمه ولا تتوقع كحكومه تحاكمه او غيره لا خلي الشعب. نعم. الشعب هزمه وحاكمه واحد واحد يعني كافي 23 وين؟ نعم. الله يخليك دي وين اللي يوصلوننا بعد؟ هو انا هذا سؤالي وخلي اسمعني الشعب العراقي. نعم. وين يوصلوننا بعد؟ لا ماء لا كهرباء لا زراعه لا صناعه لا خدمات لا جسور لا مستشفيات وين؟ نعم. وين بعد شعبهم وشنو بعد؟ نعم. يا استاذ عمر احنا املنا بالله كبير ان شاء الله. نعم بالله. وهذا صبر العراقيين ان شاء الله الله ما يخليه يشوفه حضان ان شاء الله. أنا أشكرك أبو عراق من الفلوجة كان معنا. تتعدد الظواهر السلبية في العراق وتتزايد في ظل سياسة ممنهجة لتجهيل المجتمع تقف خلفها أجندات خارجية كما يقول عراقيون تحاول محاربة الوعي لدى العراقيين لكي يبقى الشعب غارقا في مستنقع الجهل والتخلف ولكي لا ينتفض على الأحزاب كما يفسر ذلك مراقبون. ومن بين هذه الظواهر ظاهرة المزارات والمراقد الوهمية التي أخذت بالانتشار بشكل كبير حتى وصل الحال إلى أن يتبرك البسطاء وبسبب الجهل الذي ترعاه الأحزاب وتغذيه بنخلة بذريعة تقديم المراد. مواطن عراقي رصد إحدى هذه الحالات خلال توجهه لكربلاء للمشاركة في زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام وعند مروره بمحافظة المثنى. دعونا نستمع إلى ما قاله في هذا المقطع الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي في العراق. اليوم احنا طريق السماوة الرميثة شوفوا شو اللي شفنا. أعرفكم النخلة المقدسة هاي نخلة مميزة هنا يتبركون بيها يعني خاف
ما تجيبين ولد ما تخلفين تجين هنا تطلبين من عندها ان شاء الله تحبلين بعثك بعثك ان شاء الله. بعد انت حسب رايك اذا شدين رايه حمراء عثك برحي ان شاء الله، واذا شدين رايه بيضة ان شاء الله عثك شبشاب، والله يوفقكم ان شاء الله. هاي رايه مقدسه. طالب اذا ما ينجح سامع يقول لك لو تطلع نخله براسك ما تنجح، هاي النخله هاي نفسها لو تطلع نخله براسك ما تنجح. اريدك تقول لي شنو هاي النخله والله هنا؟ هاي النخله عويه راعيها شكلها وماس بالمتشار يعني هاي اللي يشد عليها رايه لو هاي قبل ومراده يصير بالمتشار ويجولها ناس بين المزارات الوهمية والمخدرات. فالجهل حينما ينتشر يحتاج إلى بيئة خصبة لكي يؤتي ثماره، وأكثر البيئات المناسبة لانتشار الجهل تلك التي يغرق أفراد مجتمعها بتعاطي المخدرات. هذه الظاهرة التي عرفها عراقيون بعد الاحتلال بشكل كبير والتي جاءت من إيران بحسب اعتراف الحكومة وأجهزتها الأمنية والأرقام الرسمية. ولعل دخول الزائرين الإيرانيين في الأيام الماضية وما رافق ذلك من إدخالهم لكميات من المخدرات كما تؤكد مصادر أمنية ومحلية خير مثال على ذلك. ودليل كلامنا هذا ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية من قبل عراقيين حينما رصدوا زوارا إيرانيين وهم يتعاطون الترياك وهي مادة مخدرة في إحدى المواكب. هذا ما قاله عراقيون في هذا المقطع والذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي. دعونا نشاهد قبل استعراض آراء الجمهور العراقي فلنتابع. نذهب إلى آراء الجمهور العراقي على منصة فيسبوك. علي حسين يقول والله مع الأسف وهذولا 100% عندهم أمراض معدية ومميتة، يقول حسبي الله ونعم الوكيل. عبد الله الدوري قال عادي شنو الجديد، هي منهم جت للعراق وانتشرت والعراق كله يدري بس ما حد يقدر يحكي ما عندنا دولة. أبو علي الطيب العراقي يقول منين دخلت المخدرات للعراق غير منهم دمروا شبابنا، يقول حسبي الله ونعم الوكيل. ماجد الحجيمي يقول الجمهورية الإسلامية الإيرانية تريد شباب العراق هيج حتى يحكموا بعمائم الباطل والفساد والعمالة على الشعوب. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة وملفات أخرى نواصلها معكم بعد هذا الفاصل فانتظرونا. أهلا بكم من جديد. يواصل ثوار تشرين استعداداتهم للانطلاقة الجديدة في
ذكراها الثالثة وتحشيدهم المتواصل لتجديد حراكهم، متخذين من زيارة الأربعين وسيلة لهم للتعريف بمظلومية العراقيين وما حل بشهداء تشرين من قمع وتنكيل على يد الأحزاب الموالية لإيران، لنشاهد جانبا من هتافات ثوار تشرين المشاركين في مراسم الزيارة من محافظتي بابل وكربلاء في اللقطات التالية قبل استعراض آراء الجمهور العراقي، فلنتابع. موكب الشهيد فاهم الطائي، ثورة تشرين قادمة، موعدنا 11. نعم، نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي مع هذه الصور والتحضيرات لواحد عشر. حج ميثم الجناب يقول: الله ينصر ثورة تشرين على الفاسدين والأحزاب والميليشيات والذيول. أم رسول تقول: نسأل الله أن ينصرنا على هذه الطبقة الفاسدة والأحزاب النتنة التي سرقت ثروات العراق. عقيل الجبور يقول: إن شاء الله نهاية كل ظالم سرق أموال العراقيين وخلاها بالبنوك بالخارج والأسهم والعقارات. أم عمر تقول: الله يسدد خطاكم نحو الخلاص من الفساد والفاسدين. إذن تحضيرات ثوار تشرين في ذكرى ثورة تشرين الثالثة يوم 11 القادم. نذهب إلى ملف آخر، حيث تتبجح الحكومة مؤخرا بأنها تجهز محافظتي كربلاء والنجف بالكهرباء المتواصلة بكهرباء متواصلة لمدة 24 ساعة للحفاظ على انسيابية الزيارة الأربعينية، لكن الواقع على الأرض يخالف هذه الادعاءات، إذ يعاني سكان كربلاء من انقطاع متواصل للتيار الكهربائي منذ أيام، الأمر الذي دفعهم للاعتماد على أنفسهم في تأمين إمدادات الطاقة، والأمر الذي كشف زيف التصريحات الحكومية التي استقطعت ساعات من تجهيز المحافظات الأخرى بذريعة تقديم الكهرباء المتواصلة لمحافظتي كربلاء والنجف في هذه الأيام، لنستمع لشهادات المواطنين من هناك فلنتابع. هاي وضع حال زوار الحسين، هاي طريق يا حسين بين النجف وكربلاء، يرضى مناشا الى ماجد الوائلي، يرضى الزوار، يرضى احنا صار ثلاث ايام صار فينا ثلاث براميل غاز، البرميل الغاز ب 170,000 دينار، يرضى. ها شوف الزوار بالظلمه يمشون. رجاء احنا في منطقه عقد بليبن، الاهالي تعاني من انقطاع التيار الكهربائي صار لحد الان ثلاثه ايام، اذا اكون شويه يعني صادق معاكم يعني ثلاثة ايام الا كم ساعه زين، وانتم تعرفون بالوضعيه وتشوفون انه الزوار كثره الزائرين اللي موجودين بهاي المنطقه وكثره الحسينيات، يعني حتى البنزين والوقود الموجوده عند ابو المولده ايضا هم نفذ، حتى الاهالي اللي عندها بعض البنزين او بعض الوقود اللي موجوده ايضا هم نفذ، يعني كنا نسحب من سياراتنا الخاصه، وانتم تدرون بالوضع شلون. دعونا نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي مع هذه الشهادات للمواطنين في كربلاء والمناطق الواقعة على طريق كربلاء النجف. مكي الشمر يقول: الحكومة تستطيع حل أزمة الكهرباء بكل سهولة بالاتفاق مع الدول المتقدمة لإنشاء محطات داخل العراق، لكن مع الأسف يبدو عمل متعمد والخير مكوم عندنا. حيدر الأسد يقول: وين الاستمرار بكربلاء؟ ترى بس حكي الأيام العادية يقول أحسن. قيس يقول: الكهرباء موجودة وواصلة للمنطقة، الصوت من الأهالي، طفوا الميزانية وشغلوها، يتحدث ويعلق متهكما على انقطاع الكهرباء. أما حيدر يقول: القطع يصل إلى أكثر من 4 ساعات في بعض مناطق مركز كربلاء. طبعا بالحديث عن يعني قبل قليل عرضنا انفوغرافيك حول الكهرباء وما يعانيه العراقيون منذ 20 عاما حول هذه المأساة، وما صرف نحو 90 مليار دولار
على قطاع الكهرباء منذ العام 2003 ولغاية اليوم، ويعرف كل العراقيين ما يعانيه جراء انقطاع الكهرباء المتواصل خاصة في فصل الصيف. طبعا اليوم تقرير لوكالة أسوشيتد بريس تحدث وأكد بأن أسعار تجهيز الكهرباء من المولدات الأهلية في العراق هي الأعلى بين دول المنطقة، وذكر التقرير بأن الملايين من الناس في العراق يعتمدون اعتمادا كليا تقريبا على مولدات الديزل الأهلية، وذلك بسبب الحروب وسوء الإدارة والفساد ما قوض البناء التحتية للكهرباء. ورأى التقرير بأن الاعتماد على المولدات الأهلية هو أحد نتائج فشل الدولة، حيث لا تستطيع الحكومة الإبقاء على مواصلة عمل شبكة الكهرباء، كما تم إهدار واختلاس مليارات الدولارات بحسب تقرير الوكالة الدولية التي كانت مخصصة لإصلاح وتطوير هذه الشبكة بسبب الفساد الحكومي المستشري في العراق. معنا اتصال أبو علي من البصرة، مرحبا بك أبو علي. أبو علي مرحبا بك. أبو علي تسمعني؟ أبو علي يبدو أن نعم. أبو عمر من بغداد، مرحبا بك معنا أبو عمر. أبو عمر الله أستاذ عمر، وحيا الله قناة الرافدين وأستاذ المشاهدين الكرام، حياك الله يا هلا بك، الله يسلمك أبو عمر. أهلا وسهلا. يعني أستاذ قضية الكهرباء اليوم، قضية الكهرباء إذا تسمح لي أبو عمر، هناك حديث نعم. من قبل الجهات الحكومية بأنه خلال هذه الفترة، فترة محرم والزيارة الأربعينية، بأنه يتم تجهيز محافظتي كربلاء والنجف بالطاقة الكهربائية بشكل كامل على مدى 24 ساعة، بس إحنا مثل ما شاهدنا واستمعنا لشهادات مواطنين من هناك يقول لك الكهرباء جدا سيئة ودعا تنقطع 4 ساعات، وصار لهم 3-4 أيام يعانون من الانقطاعات المستمرة، وحديث لي يعني تقارير مستمرة تؤكد على هدر مليارات الدولارات جراء الطاقة الكهربائية. يا طلابة الكهرباء، شو وقت تخلص هالطلابة؟ نعم أبو عمر. أستاذ عمر إحنا نعرف، نعم أستاذ عمر إحنا نعرف الإعلانات اللي تعلنها الدولة وسلطة الأحزاب بأنه من يردون يقولون أنه الأمور زينة والوضع زين أو الأمان، هذه الأمور كلها كاذبة، لكن عندنا المواطنين اللي قاعدين يشكون من أزمة الكهرباء وأزمة الوقود اللي ما تدعم لهم الحكومة وما تدعم لهم، نقدر نقول سلطة الأحزاب فهي مسؤولة يعني عن هاي الأمور اللي هم زيارة الأربعين، زيارة يعني كل الشعب العراقي من كافة الدول، يعني العالم من يجون يشوفون وضع العراق اللي كهرباء لأن من 2003 ولحد الآن ما عندهم كهرباء، وهاي الناس الزوار اللي جايين يشوفون الحر، يعني كلش اللي عندنا بالعراق حر قوي، يعني درجة الحرارة توصل أكثر من 40 درجة مئوية، فهاي الأمور لازم تتحملها الدولة إنه تكييف المواطنين يعني اللي بالخيام اللي عايشين بيها واللي قاعدين، الناس قاعدين تروح من أجل إكمال هذه الزيارة. نعم. هي مسؤولة عن الشعب العراقي وعن المواطنين اللي قاعد يحدث أمام أنظار العالم، هذا خزي وعار يعتبر على الدولة وعن من يحكم بالسلطة في السلطة الخضراء، اللي مواطن من قاعد يشوف الحر ومن قاعد يشوف مي بارد، ماكو مبردات، ماكو أجهزة تكييف. نعم. لحماية هذه الناس اللي قاعدين يجون من محافظات أو من دول العالم اللي هم حسب ادعائهم من كافة الدول يجون، طيب من يجيك أي مواطن من أي دولة بعيدة ويشوف هذا الحار ويشوف هذا العناء اللي قاعد يتأكدون من عندها من خلال شاشتكم الكريمة وخلال شاشتكم اللي هي تنقل الأحداث وتنقل الصوت العراقي الصحيح، فهذا يعتبر خزي وعار على الحكومة للزائرين اللي يجون من كافة الدول من كافة أنحاء المحافظات، هذا لازم يشكل عندنا عيب وخزي عار على سلطة الأحزاب، من يجي مواطن بعيد وقاضي مسافات آلاف الكيلومترات، يجي من يشوف الراحة، يجي من يشوف الأمان، يجي من يشوف
انه العنايه به، فللاسف ما يدي يشوف العنايه وما يدي يشوف الامان اللي عايش العراق بازمه الكهرباء وازمه الماء اللي قاعد يعيش المواطن العراقي من 2003 ولحد الان. هذه الامور مقصوده، يعني احنا نقدر له هاي زياره الأربعين يقدرون يسوون على كل مواطن دخوله يعني بمبالغ يعني بسيطه جدا، ممكن ان تتحسن الكهرباء، لكن الحكومه العراقيه وحكومه سلطه الاحزاب هي متعمده انه لا كهرباء ولا خدمات ولا ماي، انه العراق يبقى تحت رحمه هذه سلطه الاحزاب وحكومه الخضراء. فما معقول ان العراق يصبر على هيك حكومه فاسده وحكومه هيك دمرت العراقيين، واحنا كعراقيين امتانين هذا اليوم اللي 11 بسحق هذه الحكومه وسحق كافه سلطه الاحزاب، لانه بعد ماكو اي حل. 20 سنه والشعب العراقي معاناته من كهرباء من ماء من خدمات، كافه الازمات اللي يشوفها الشعب العراقي. انا اشكرك ابو عمر، اشكرك ابو عمر من بغداد كان معنا. ابو علي من البصره يعاود الاتصال بنا، مرحبا بك معنا ابو علي. وعليكم من ابو غريب السلام يا استاذ العزيز. وعليكم السلام. انا من ابو غريب، حياك الله. حياك الله، يا هلا بك. العفو، يا هلا بك. الله يحفظك ان شاء الله. والله يا عمي لا كهرباء لا مي، هسه انا مريض ومجلوب. نعم. وحتى بالسكينة هسه أنا رحت أدز لكم مقطع على مود وقصيت أظافيري بالسكينة. ليش؟ بالسكينة بالسكينة وبغن 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 تسحف أظافر من ورا مشاعر الناس، خفت على مشاعرهم. إن شاء الله باكر قصة ثانية من ورا الكهرباء والمي والعيشة القشرة. من زمان اعاني بالجلطه ولما وصلت لظافيري وجاي قصصن بسكينه بسكينه. هذا العراقي انا انطيتها رساله للحكومه، والله والله اظافيري كلهن يعني حتى الدم واصلهن من ورا الجلطه مالتي والمعاناه مال الحكومه ومال الدنيا كليتها. الله يحفظكم ان شاء الله. الله يسلمك. والله ما عندك الا العافيه والله يشافيك ويعافيك. ابو علي كان معنا من ابو غريب. احنا تحدثنا على موضوع في احدى الفقرات على موضوع المخدرات. طبعا مديريه مكافحه المخدرات اليوم تحدثت في تقرير لها بانها القت القبض على 6800 متهم ومتاجر وخمسة ملايين حبة مخدرة حتى تاريخ 30 من آيار لعام 2022. المديرية بيّنت بأن العراق لم يصنف قبل 2003 كدولة استهلاكية لتعاطي الكريستال والمخدرات، وأنه أصبح حاليا بيئة حاضنة للمخدرات عن طريق الحدود البرية والبحرية وعن طريق الطائرات المسيرة جوا. وتؤكد إحصائيات المديرية انتشار التعاطي والترويج والتجارة في مناطق بغداد، مشيرة إلى أن البصرة تتصدر قائمة الانتشار وتجارة وتعاطي وتهريب المواد المخدرة. أما محافظة ميسان فتعد معقل تجارة المخدرات بالعراق، فضلا عن تفشي التعاطي في محافظات أخرى مثل المثنى والديوانية وكربلاء والنجف. هذه إحصائية بحسب المديرية، مديرية مكافحة المخدرات في العراق. نذهب إلى الهاشتاج. بعد انتشار تسريبات نوري المالكي رئيس الوزراء الأسبق التسريبات الصوتية، طلب مغردون عراقيون تحت وسم القانون فوق تسريبات نوري بمحاسبة نوري المالكي الذي كان يعد لحرب أهلية وطائفية بحسب التسريبات الصوتية التي انتشرت قبل أيام على منصات التواصل الاجتماعي. دعونا نقرأ بعض التغريدات تحت هذا الوسم، وسم القانون فوق تسريب نوري. أبو علي الأسد يقول: آن الأوان لمحاسبة الذي هدد وما زال يهدد السلم وهو نوري الهالكي كما أسماه في تسريباته، فهي بلا شك ثابتة بالقطع واليقين. وإن كنا فقدنا الثقة بعدالة القضاء فإن عدالة السماء فوق عدالة الأرض، ولا تحيل مندم هو ومن معه من مجرمي الإطار. مريم بنت الرافدين تقول: الطائفية عندهم
سياسة ثابتة، كذلك الحروب الأهلية والتقسيم وتغيير هوية بلدان عربية. أما الشكوى من ذلك فإنما هو انعزالية وصهيونية وخدمة جليلة لأمريكا. زهراء تقول: طهران باتت عاجزة عن ضبط إيقاع الخلاف داخل البيت الشيعي منذ فهم مقتدى الصدر بأن جزءا كبيرا جدا من العراقيين الشيعة يريدون فعلا دولة طبيعية جديرة باسمها، لا تحكمها إيران ولا أمريكا ولا تقوم على غلبة طائفية. أما أبو يقول: الفساد قد ملأ البلاد والشعب قد سئم منه، حتى وصل الفاسدين إلى التهديد بقتل الشعب العراقي. يقول: الشباب العزل والقانون صامت. أبو ندى: القانون فوق تسريبات نوري. نذهب إلى تقرير مصور في حلقة هذا اليوم، حيث أثار دخول الموجات البشرية الإيرانية الضخمة بشكل فوضوي عبر المنافذ الحدودية تحت ذريعة المشاركة في الزيارة الأربعينية، أثار جملة تساؤلات عن المغزى والأهداف التي تقف خلف هذا الأمر الذي يتم بإشراف من كبار قيادات الحرس الثوري الإيراني ووزراء بالحكومة الإيرانية، فضلا عن إشراف ميداني من قبل قائد فيلق القدس الإيراني في الحرس الثوري إسماعيل قاني. مزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير الذي أنتجه قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية، فلنتابع. الحدود عبارة عن سيح، يا اللي يجي طوب ويا اللي يجي يطلع بدون جواز، بلا تأشيرة ولا إحصاء أو حتى أوراق ثبوتية، يدخل مئات الآلاف من الزوار الإيرانيين بينهم عناصر وقياديون في الحرس الثوري، كما تؤكد مصادر أمنية عبر منفذي شلامشة وزرباطية مع إيران، في مخالفة صارخة للقوانين النافذة في البلاد. أبواب مشرعة وفوضى أمنية بإشراف مباشر من قبل قيادات في الحرس الثوري ووزراء في الحكومة الإيرانية على الجانب الإيراني، تزامنا مع إشراف ميداني من قبل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري إسماعيل قاني، كما أظهرت أحدث الصور الواردة من كربلاء. انتهاكات واضحة للقوانين واعتداءات طالت المؤسسات الحكومية وانتهكت حرماتها، فضلا عن عشرات التجاوزات على المحال التجارية والأملاك الخاصة دون حسيب أو رقيب. قاموا بتفليش المقرنص ودخلوا السيارة بنص المدرسة. مواكب إيرانية تشرع بهدم سور مدرستين في محافظتي كربلاء وواسط بهدف استغلال ساحة المدرسة للمكوث فيها، وأخرى تخلف فوضى في الطرقات وسط حالة من التحريض الممنهج ضد كل من يعبر عن رأيه وينتقد تلك الممارسات. مشهد معقد يزداد غموضا مع تحذيرات مراقبين من تبعات خطيرة لدخول مجاميع مدربة تتولى مهمة مواجهة العراقيين، بالتزامن مع الذكرى الثالثة لانطلاق ثورة تشرين بعد زيارة الأربعين، فضلا عن تقديم المساندة لميليشيات الإطار التنسيقي الموالي لطهران إذا ما تجددت المواجهات مع التيار الصدري، وسط حالة من الترقب لما ستحمله الأيام القادمة من مفاجآت. طبعا قبل فقرة الهاشتاج كنا نقرأ بتقرير لمديرية مكافحة المخدرات بالعراق، وكذلك اليوم شرطة البصرة قالت بأنها ألقت القبض على 2 من تجار المخدرات في قضاء القرنة شمالي المحافظة، وضبطت الشرطة بحوزة المتهمين كمية كبيرة من المواد المخدرة تقدر ب 5 كيلوغرامات. في وقت سابق قالت مديرية مكافحة المخدرات بأنها ضبطت 14 مليون حبة مخدرة و 300 كيلوغرام من المواد المخدرة في خلال 8 أشهر فقط من هذا العام. وبحسب المتحدث باسم المديرية فإنهم ألقوا القبض خلال الشهر الماضي على أكثر من 1350 متهما، مثل ما ذكرنا بأن من بداية السنة لغاية تقرير مكافحة المخدرات وصل العدد إلى 6800 بين متعاطي وبين تاجر. هذا ما قالته شرطة البصرة يأتي خلال الشهر
الأشهر الماضية وصل إلى 11,000 متهم بالتجارة والترويج. ومثل ما معروف بأنه هذه الظاهرة وبحسب الأرقام الرسمية والتقارير وما ذكرناه من تقرير لمديرية مكافحة المخدرات يأتي بعد العام 2003. العراق قبل هذا العام لم يكن بلدا مستهلكا للمخدرات. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.